شو قصدك أفلسنا؟ أه؟ شو يعني أفلسنا؟ يعني أفلسنا استثمرتم بالبورصة وخسرنا كل شيء. مين طلب منك تستثمر المصاري بالبورصة؟ أه؟ ولك شو هالموقف يلي حطيتنا فيه؟ يا ربي دخيلك، شو بدنا نعمل هلأ؟ شو بدنا نعمل؟ شلون بدنا نعيش؟ وين بدنا ننام؟ الغلط كان مني، كل الحق علي أنا. ايه كل الحق عليك أنت. ايه الذنب كله ذنبك أنت، كله بسببك. آسف كتير سيفجي، عن جد أنا كتير آسف. أنت آسف؟ وآسفك شو بيقدر يساوي؟ بيرجع المليون دولار يلي طيرتون؟ وهلأ شو بده يصير؟ ياسمين عم تتصل، شو بدك يعني إلا؟ إلا بورا حط كل المصاري بالبورصة وخسرنا كل شي معنا؟ هيك إلا؟ ألو؟ ألو سيفجي؟ سيفجي ليش رفضوا لنا شيكات؟ ياسمين سيفجي شو اللي عم بصير؟ كل يلي أخذناه منهم سلفي. شو يلي عم بصير؟ وينو بورا؟ ياسمين أنا جاي لعندك فورا. سيفجي اسمع، أنا انتهيت، انتهيت. هالقد أنت أنانية؟ قضيت علينا كلنا، أنت وأنا وياسمين. كيف قدرت تعمل فينا هيك بورا؟ لا تحكي لي عن ياسمين، أصلاً كله بسببها، من وقت ما شاركتنا بالوكالة. لولا ياسمين ما كنا عرفانين شو بدنا نعمل، كنا رح نفلس. إجت البنت وأنقذتنا، ولولاها ما كنا أخذنا الشغل مع شركة بالدار ولا اشتغلنا شغلة. طيب طيب بحلف لك بالله ما شفت أحقر منها. أنا بحياتي ما شفت هيك وحدي، طلعت أسوأ من ما كنت مفكر. خلصت حديث عن مأساتك؟ خلينا نفكر هلأ شو بدنا نعمل. شو بيطلع بإيدنا نعمل؟ أحسن شي روح انتحر وأخلص من هالقصة. إن شاء الله حاجة تحكي حكي بلا طعم. ما عندي مصاري وما عندي شي، بس بدي أعطيكي كل شي بقيان، هذا اللي بقدر أعمل لك إياه. كل شي بقيان؟ ليش شو بقيان؟ حتى البيت راهن وآخذ عليه قرض. إيه لسه السيارة. ما راح تجيب كتير مصاري. أوف، لازم خبر ياسمين شو صار. بدك تخبريها؟ لكن شو بدي أعمل؟